عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سأقدم لكم درسا حول متوازيان وقاطع. إذا أولا سنتكلم عن تعريف الزاويتين المتبادلتين داخليا، ثم تعريف زاويتين متناظرتين، وكل هذا انطلاقا من مستقيمين سواء متوازيين أو غير متوازيين وقاطع لهما. إذا في الفقرة الأولى إن شاء الله سنتعرف على الزاويتين المتبادلتين داخليا. بالنسبة للزاويتين المتبادلتين داخليا، سنرى هنا في هذا الشكل مستقيمين دي واحد ودي اثنان، وقاطع لهما مستقيم L. إذا هذا القاطع يحدد عليهما الزاويتين أ أ بي و أ بي F. إذا لاحظوا معي جيدا، هاتين الزاويتين يوجدان في جهتين مختلفتين بالنسبة للمستقيم L. إذا سنسميهما زاويتان متبادلتان داخليا، زاويتان متبادلتان داخليا. لاحظوا جيدا، فهما يوجدان في جهتين مختلفتين بالنسبة للمستقيم L. إذا هنا تعرفنا على ما هما الزاويتان المتبادلتان داخليا. ثم بعد ذلك سنتطرق إلى الزاويتين المتناظرتين. لاحظوا معي في هذا الشكل أيضا لدينا الدي واحد والدي اثنان مستقيمان، و L مستقيم قاطع لهما، فهو دائما يحدد عليهما عدة زوايا من بينها الزاويتين EAB والزاوية FBC. لاحظوا هاتان الزاويتان يوجدان في نفس الجهة بالنسبة للمستقيم L، نسميهما زاويتين متناظرتين، زاويتين متناظرتين. إذا الآن خصنا دائما نفرق ما بين الزاويتين المتناظرتين والزاويتين المتبادلتين داخليا. إذن الآن سنتطرق إلى الخاصيات التي تتعلق بالزاويتين المتبادلتين داخليا والزاويتين المتناظرتين. إذن الخاصية الأولى تقول إذا كان مستقيمان متوازيين فإنهما يحددان مع كل قاطع لهما زاويتين متبادلتين داخليا متقايستين. إذا هنا لدينا شرط، وهو أن المستقيمان الد والد بريم متوازيان. إذا كان الد والد بريم مستقيمين متوازيين، فإن المستقيم L القاطع لهما يحدد عليهما زاويتين متبادلتين داخليا متقايستين. إذا لاحظوا مثلا في هذا المثال لدينا هذه الزاوية قياسها 47 درجة، إذا الزاوية المتبادلة معها كذلك قياسها يساوي 47 درجة.
إذن الشرط اللي خص يكون عندنا هنا وهو أن يكون الدي والدي بريم مستقيمان متوازيان، حين ذاك يكون لدينا الزاويتين المتبادلتين الداخليين متقايستان. إذن هذه الخاصية الأولى أو الخاصية التي تتعلق بالزاويتين المتبادلتين داخليا. الآن سنرى الخاصية المتعلقة بالزاويتين المتناظرتين. لاحظوا إذا كان لدينا مستقيمان متوازيين فإنهما يحددان مع كل قاطع لهما زاويتين متناظرتين متقايستين. إذن هنا لدينا الدي يوازي الدي بريم وال مستقيم قاطع لهما، إذن فهو يحدد عليهما زاويتين متناظرتين كيفهما متقايستين. إذن هذه الخاصية الثانية فيما يخص متوازيان وقاطع. إذن الآن بعد أن تطرقنا إلى الخاصيتين معا سنمر إلى تمرين تطبيقي نقوم فيه باستعمال هاتين الخاصيتين. إذن التمرين هو كالآتي: في الشكل الآتي المستقيمان D و D بريم متوازيان و D مستقيم قاطع لهما، بحيث هذه الزاوية قياسها 67 درجة. إذن احسب القياسات الآتية: X و Y و Z و T. إذن هنا سنقوم باستعمال الخاصيتين الأخيرتين المتعلقتين بالزاويتين المتبادلتين داخليا والزاويتين المتناظرتين. إذن هنا لدينا x يساوي 67، لماذا؟ لأنهما زاويتان، لأنهما قياسها زاويتين متبادلتين داخليا والدي والدي بريم متوازيان، وكذلك وهنا لدينا y يساوي 180 ناقص 67، لأن y مع 67 هما زاويتان متكاملتان، متكاملتان يعني مجموع قياسهما يساوي 180 درجة، إذا y تساوي 113 درجة.